ما ذكرش في الدلدلة وبدأ يعوق تحركي وشكله أصبح مزري ومهزلا يزداد منه تحرجي عذرا يا طبيب السنة قد حاولت الالتزام بما كتبته لكنني لم أستطع فالكرش تدلدل مني حتى طال ركبتي واللغد تهتل حتى نفسي انقطع عذرا يا كل دجاجات تبلتها فإرادتي ضعيفة تتبل لها فزهدت المشوي وزهدت إلى الباني ولطاجن فتات لم أقوى اصبر عليه ما بين مسلوق لم يؤكل ومأكول لم يسلق ضاع الكثير من الكالوريز منيت قلبي دوما باليوم الفيري وحينما أتغاز اليوم انتقمت لمعدتي يا من وقفت مجاهرا تملي علي نظاما يحجم معدتي يؤسفني بأن أبلغك بأنني قد حشيت ورق النظام وأكلته لم يبق شيئا منه عضعت معه رغيف حواوش مقرمش ووضعت القشطة على الزبدة في فطيرة وحككت قعر برطمان نوتيلا فيا كل زوات الليات يا ويلكم مني ادعوني بأني وليات لو أعتقتكم فسآكل كل ما تشتهيه النفس وليذهب كرشي إلى الجحيم برحته لم أشتكي مش كفاية كده بقى الغزاوة مش تطلع ترقص ولا إيه؟